صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الواجب علينا تجاه الحملة الخبيثة التي شنها بعض الكفار على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ عليكم بالاستنكار للشيء هذا والرد عليه. من عنده استطاعة يرد، يستنكر ويرد بدون عنف وبدون جهالة وبدون، لأن العنف قد يولد شرا، والشيء إذا تجاوز حده ينقلب إلى ضده. فلازم الأمور تكون منضبطة بالكتاب والسنة. نعم.